وإما تخافن من قوم خيانة. إذا توقعت أن الذين عاهدتهم سينقضون العهد وبدرت منهم البوادر لذلك وظهرت منهم ظواهر ذلك، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم عهدهم، قل لهم العهد الذي بيني وبينكم انقضى لأنكم فعلتم كذا وكذا. حينئذ تكون أنت وهم قد استويتما في العلم والمعرفة بأن العهد قد حلت وثائقه. حينئذ إذا هجمت عليهم أو هجموا عليك تكون المسألة معلومة أنها خارجة عن كونها غدر. فقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، انبذ أي القي إليهم العهد، قل لهم العهد الذي بيني وبينكم حللناه لأنكم فعلتم كذا وكذا من موجبات نقضه، فعلى إثر ذلك لم يصبح بيني وبينكم عهد. وكان هذا شيئا معلوما ولم يزل أيضا شيئا معلوما في بعض قبائل العرب، في بعض جزيرة العرب، إذا أرادوا نقض عهد أو أرادوا التحلل من اتفاقية أو أرادوا التبرؤ من شخص من القبيلة مثلا لإسراف على نفسه يأتون إلى سوق جامع ويطلقون فيه رصاصات، فيجتمع الناس إليهم فيقولون العهد الذي بيننا وبين قبيلة فلان من الآن حل ونقضت وثائقه وعراه. فإذا فعلوا ذلك لم يعدوا بعد خائنين إذا أحدثوا